سلام البنات، مرحبا بكم معايا من جديد في هذا الفيديو. كما كتشوفوا باقي مكملين في السلسله ديال الغرز، غرزه جديده اليوم ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا هنايا الخيط باش خدامه راه 6 ديال الشعرات باش خدامه، وهذا هو النوع ديال الخيط. راه فيه انواع اخرين ماشي غير هذا، وفيه كذلك الوان اخرين. وبالنسبه اللي بغات تخدم بالحرير راه ممكن تخدم بالحرير، راه نفس الغرز ممكن يتطبقوا بالحرير. بالنسبة لهذا الخيط هذا اشنو سميتو بالجزائري، حيت بزاف ديال البنات كيسوليني الصراحة ما عارفاش. انا عارفة انه اسمه اما السقلي، كاين اللي كيقول ليه السقلي، كاين اللي كيقول ليه الصم. المهم بالنسبة اللي كتعرف من الجزائر وكتعرف شنو سميتو، تكتب لينا سمية ديال هذا النوع ديال الخيط في الكومنتير، لانه انا صراحه كنشوفو في اللباسي ديال الجزائريين يعني عندهم متوفر. كما كتشوفوا غادي نبداو بالغرزه ديالنا اليوم ان شاء الله. غرزه السنبله ديجا درتها لكم في تطريزات قدام في القناه ديالي، ما علينا غادي نعاود معكم بالصم. كما كتشوفوا هنايا كندخلوا البره في التوب، هنايا البره النمره 5 باش كيسهل يعني يدخل لنا فيها الخيط. هاد البره هذه راه عندها عين كبيره كما كتشوفوا، كتسهل تدخل فيها الخيط. هانتوما كنعاودوا ندخلوا البره في نفس البلاصه وكنخرجوها هنايا في الجنب، كندوروا خيط تحت من البره وكنجروا البره ديالنا بحال هكا هكا. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني كيفاش كنبرموا الخيط، راه هيك كندوروا هاد البره هادي وكيتبرم من هنا. بالنسبه اللي بغات تبرم الخيط يعني بغات تبرمو هكا كنبرمو انا، ولكن راه يعني كاينه طرق اخرين ديروا ليهم ديروا ليه الشمال باش يبقى فيك ثابت. المهم شحال من حاجه. المهم غادي نجيو هنا ندخل تاني البره ديالي هنايا هكا، وندير بحال هكا، وندخل تاني البره ديالي في الجنب بحال هكا، وندور عليها الخيط هكا ونجر. من كنجر الخيط ديالي هكا وكنجي ندخل البره ديالي في هاد البلاصه، يعني ساهله غرزه ساهله. هانتوما كنخدم هذا السطر هذا في نفس الوقت هكا، كنخدم هذا السطر هذا في نفس الوقت بحال هكا، يعني كيكونوا رشمات فيهم هذا الشكل هذا، يعني هاد النوع ديال الغرزات هكا. وندخل البره ديالي هاد الغرزه هادي هي باش كنثبت هاد السنبله هادي، حيت الا ما درناش هاد الغرزه هادي راه غادي تحل لينا هاد الغرزه، ما غاديش تشد كما كتشوف، ماشي جد الشكل ديالها بحال هكا. وغادي نرجع لهنا ثاني ونرجع لهاد البلاصه باش نخدم على السطر ديالي هكا، السطر هكا هكا. وغادي نجي تاني نفس الشيء نخدم، فاش كيطلع عندي الخيط الفوق عاد كيمكن ليا نخدم هاد الغرزه ها هي، وندير بحال هكا كما كتشوفوا. راه ساهله ماله كما قلت لكم، الخيط راه ممكن تبرموه، ممكن تخدموا به عادي، ممكن يعني بلا ما يكون مبروم، ممكن ديروا ليه الشمع، يعني ممكن ديروا الشمع هكا. كنظن راه غرزه ساهله، نستمروا بهذا الشكل هذا، منها كندربوا ومنها كذلك كتلقي يدينا في الخدمه هكا كتجي الغرزه ديالنا. المهم راها غرزه ساهله، كنتمنى هاد الفيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منها. ما تنساوش تخليو ليا لايك الا عجبكم الفيديو، تبارطاجيو الفيديو علاش لا عجبكم. خليت لكم هنا وراها حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.